طيب هذا الحديث إن من البيان لسحرا، هل جاء في سياق الذم أو المدح؟ إن من البيان لسحرا، تشبيه البيان وجعلهم من السحر ذما له أو مدحا؟ ها يحتمل، ولنقل إنه مذموم لأنه جعله من السحر، ولكن يحمل هذا البيان المذموم على البيان الذي فيه قلب للحقائق وفيه توصل إلى أخذ الحق حق الآخرين، فهذا هو المذموم. أما البيان الذي نصرة للحق فهذا مطلوب ومحمود، هذا مطلوب ومحمود، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمقصود أن البيان الذي لنصرة الحق هذا محمود، أما البيان الذي يستخدم لقلب الحقائق فهذا مذموم. وكذلك أيضا البيان المتكلف الذي يتكلف ويتنطع بالبيان هذا مذموم، كما جاء في الحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وغيره. فالذي يتكلف البيان ويتنطع هذا مذموم. ووجه إدخال البيان في السحر لأن البيان فيه تأثير، فيه تأثير على النفوس وقلب الحقائق ولبس الحق بالباطل، فهذا ولهذا شابه السحر من هذه الناحية.